قالت عضو مشاورات السلام اليمنية في السويد رنا غانم بأن الوفد الحكومي طرح رؤيته على مكتب المبعوث الأممي، ولم يحدث حتى اللحظة لقاء مع وفد الانقلابيين، ولم نتلقى أي معلومات من المبعوث الأممي حول موقف وفد الميليشيا الحوثية مما طرحناه. وأكدت رنا غانم أن الوفد الحكومي حريص على تحقيق تقدم في المشاورات، وكل قضايا بناء الثقة التي يهتم بها الوفد الحكومي طرحت على مكتب المبعوث الأممي ومناقشتها معه. وقالت يفترض به أن ينقلها إلى وفد الانقلابيين ثم يعود به إلينا، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة. حتى هذه اللحظة لم يحدث بيننا الآن أي لقاء مع وفد أنصار الله، ولم نعرف حتى الآن، حتى هذه اللحظة لا نزال لا نعرف ما هي وجهة نظرهم في كل النقاط التي طرحها وفد الحكومة. إنما نحن طرحنا وجهات نظرنا وأبدينا مرونة عالية في رغبة الحكومة في تحقيق السلام وفي التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لكن إلى الحد الآن لم نلتقي. يعني يفترض أن المبعوث يعني يلتقي بنا مساء هذا اليوم، أو لا أدري كيف مخططه، أو على الأقل يوم غد، ليطرح لنا ما هو وجهة نظر الحوثيين في النقاط المذكورة. حتى الآن لا يزال التشاور مع كل فريق مع حدة، يعني لا يزال نحن نتحدث. هناك قضايا تطرح، خليني أقول القضايا التي مهتمة بها الوفد الحكومي في مواضيع بناء الثقة طرحت على مكتب المبعوث، وتم مناقشتها كل النقاط مع مكتب المبعوث. يفترض أن ينقلها مكتب المبعوث إلى الطرف الآخر ويعود إلينا ليقول لنا يعني ماذا قيل له، وكيف ممكن أن نحلحل القضايا.